طيب أستاذ ناجي ويليام، وده من المشاهد، لأنه زي ما قلت لكم ما صحيح أنا ضد اجتزاء مشاهد من مسلسلات، تصيد جمل بعينها، لأنه حكمنا أعمالا فنية وفقا لعقلية البعض بهذا الشكل، لكن العمل الفني لا يحاكم بهذه الطريقة. لكن احنا أمام واقع بيغضب أصحاب مهن، أصحاب مناطق، سكان مناطق يعني بيغضبوا، فما بالك إذا ما تعلق الأمر بقى بالديانة. أستاذ ناجي، ليه هذا الغضب وأنت تؤيد هذا الغضب عند قطاع من المسيحيين بسبب تناولهم في بعض المسلسلات، على رأسها مسلسل الأستاذ عادل إمام؟ أولا أنا لم أكن أتوقع أن كاتب زي في حجم يوسف المعاطي أن يسقط في هذه السقطات اللي أنا لم أجد له أي مبرر، لا مبرر منطقي ولا حتى درامي ان هو يتعرض لهذه القضايا. الاقباط النهارده في الصعيد وتحديدا في المنيا وتحديدا في العمريه بيواجهوا لنفس القضايا اللي هو بيقولها الشيخ في الحلقه بتاعه التهجير وبتاعه الجزيه وبتاعه هدم كنائسهم، لانهم مجموعه من القبائل. فانا اجي النهارده استخدم نفس اللغه في مسلسل، حتى لو كانت اللغه بتخاطب فئه يعني اللغه دي ما يفهمهاش غير طبقه المثقفين، بس الشخصيه اللي بتتكلم، ايوه يا فندم، الشخصيه ديت هي شخصيه موجوده في صعيد مصر، وهي دي الشخصيه اللي موجوده في العمريه، الجزيه موجوده. يعني الاستاذ يعني للفنان الكبير عادل امام اللي لا يمكن لاحد طبعا ان يزايد على مواقفه المتعلقه بمواجهه الارهاب، ده كلام سليم، او في خدمه قضيه التعايش بين المسلمين والمسيحيين، لا احد يختلف. ويوسف معاطي ايضا نفس الشيء. الشخصيه هنا الشخصيه المتطرفه بكل اعوجاجها، وايضا شخصيه مامون يعني لما بيتحدث بهذا الشكل يعني، والمسلسل في النهايه بيتكلم عن قضيه التعايش بين الاديان، ليه نجتزئ مشاهد؟ لان انا عندي قضاء في اماكن ملتهبه فيها احتقان طائفي حاليا، موجوده في المنيا وفي العمريه وفي اماكن مختلفه من صعيد مصر. اما اجي اقرر واستخدم نفس اللغه اللي شغالين عليها في المنيا وفي العمريه واقول كلمه الكفره، عبده النصارى، عباد الصليب، ان ويصور ويقدم الاقباط او المسيحيين وكانهم قاعدين طول حياتهم عشان السكر وعشان ممارسه الشهوه ومش وهم ينكروا قصه يعني. لا بس هو ما جابش كده، ما قالش كده. لا لا، حته كلمه الكفره دي كررت كذا مره. طب ما هو الكفره هو معتز نفسه بيكفر المسلمين هو ايضا يعني. لا لا، هو كونه بيكفر المسلمين لكن هو جاي على هذه الشريحه وضاغط قوي على حته الكفره. فهنا انا وبستخدم كلمه الجزيه دي ده موضوع يعني، ده ياسر برهام يستخدمها في ده كلام سيء، حزب النور يستخدمها، ماشي. انا لكن اما يبقى في مسلسل مفروض بيعمل دور بيشتغل على حته النسيج الحضاري للامه، وبيجي على الاماكن الملتهبه ويقدم ويطرح علاج او يعني لا يتعرض الى هذه القضيه بالشكل ان هو اجي اصب زيت وهي اصلا ملتهبه، هي دي القضيه اللي بيعاني منها الاقباط. بس الشخصيه اللي هنا يا استاذ ناجي، يعني انت في المسلسل لا يمكن حتى لمسلم او مسيحي ان يتعاطف مع معتز، يعني هذا الذي يبث سموما طول ما هو قاعد. حضرتك بتقول هذا الكلام لان شخصية تكرهها منذ البداية وتكره دماغها يعني. حضرتك بتقول هذا الكلام لانك راجل مثقف على مستوى معين من الثقافة، لكن انا بتكلم على الناس اللي في الصعيد اللي ثقافتهم محدودة او منعدمين، ما عندهمش ثقافة من اساسه. هو هينظر للوضع ده بان دي هيبص المعتز ده انه داعش، انه زيه زي ده. حضرتك اللي بتبص كده، حضرتك اللي هتبص كده، لكن زي الناس زي اللي عايشين في الصعيد، القاعدة اللي عايشين في الصعيد واللي بيحصل دلوقتي في المنيا وفي العمريه بيقول عكس كده، بيقول ان اللغه المستخدمه هناك هي نفس اللغه ونفس الاسلوب، والاقباط بيدفعوا الثمن الان تهجير لانهم كفره وهدم كنائسهم وفرض الجزيه. هذا الشكل يحدث الان في الصعيد مصر. طيب في الجمله اللي هي بتاعت انتوا كمان، جمله اللي هي الخمور هو بيحاول. طب خلينا نشوفها قبل ما نعلق عليها، لانه دي الجمله اللي منتشره بشكل كبير. وتاني يا جماعه، انا ضد الاجتزاء، لانه محاكمه الاعمال الفنيه لا يجب ان تكون بالاجتزاء، اجتزاء جمله مشهد.